والحمد لله رب العالمين. الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد. الخط الأول الانتقال من الشكل والمظهر إلى الحقيقة والجوهر. وسنتناول إن شاء الله تبارك وتعالى قضية الإيمان بين الشكل والحقيقة، وقضية التقوى بين الشكل والجوهر، وعلاقة المسلمين مع القرآن شكلاً وجوهراً، وعلاقة المسلمين مع سنة رسول الله شكلاً وحقيقةً. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مع مسألة الإيمان بين الشكل والجوهر، أو بين الصورة والحقيقة. فأنتم تعرفون أن لكل شيء صورة وحقيقة وشكل ومعنى. كل شيء في هذه الحياة له شكل وله جوهر، له صورة وله حقيقة. فكثير من الناس وخاصة من المتدينين إنما يصبون جام اهتمامهم على مسألة الشكل، وإذا فعلوا ذلك سنوا سنة اليهود في تعاملهم مع أمر الله وأمر رسوله. فالله تبارك وتعالى يقص علينا في سورة سماها الله البقرة، وفي البقرة بالضبط أظهر الله لنا كيفية تعامل الأمة مع الشكل والمظهر، مع الشكل والجوهر. فالله تبارك وتعالى يقول لبني إسرائيل، وهذه القضية يسميها إخواننا في اليمن الإسلام البقري، القافي يقولها الياء، الإسلام البقري أي الإسلام البقري نسبة إلى إسلام الذين أمروا بذبح البقرة، فنسب هذا الإسلام إليهم، إسلام الوجه ولكن إسلام بقري، إسلام بدون حقيقة. الله تعالى يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو ذبحوا بقرة ولو كان أمرهم، لو كانوا يعظمون أمر الله تعالى لأسرعوا إلى تنفيذ أمر الله، ولكفى الله المؤمن للقتال ولتفرغوا بعد ذلك إلى أعمال أخرى، لكن قالوا قل لربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة، هذا أشكال بالشكل، لا فارض ولا بقر ولا بك عوان بين ذلك. فلو ذبحوا بقرة، أي بقرة في البداية، لنفذوا أمر الله تعالى، لكن يسألون عما هي. إذن كلما شددوا شدد الله عليه. فلما قيل لهم هذا الوصف لا فارض ولا بكر، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لون الشكل، اللون قد في اللون، ما لونها؟ قال إنه يقول إن بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق. أبعد كل هذا الآن جاء بالحق؟ من قبل لم يكن قد جاء بالحق، جاء بالحق فقط لأنه ذكر بقرة واحدة بعينها، وتطلب الأمر لتنفيذ أمر الله البحث فيها والبحث عنها، وضربوا أكباد الإبل يبحثون عن البقرة، عندما تكون البقرة بتلك الأوصاف لا شية فيها، جلدها لا له لون واحد ولا شية فيها، فلم تكن إلا بقرة واحدة في بني إسرائيل وكانت عند رجل هناك عند يتيم، ثم طلب بعد ذلك هذا ثمنا غاليا، فشددوا فشدد الله عليهم، لأن الله تعالى كان يريد من بني إسرائيل الامتثال لأمر الله. فلو عظموا حرمة الله في قلوبهم، ولو عظموا أمر الله، ولو كانت فيهم حقيقة الإيمان لدفعتهم للامتثال بسرعة، لأن المؤمن يتعامل مع أمر الله تعالى للتنفيذ، يتلقى القرآن لينفذ. فقد كان أصحاب رسول الله يحبون شرب الخمر، فقال فهل أنتم منتهون؟ لحقيقة الإيمان التي كان يحمل، قالوا انتهينا. الخمر التي ولعوا بها وولهوا بها إلى درجة العشق لا تخلو مائدة من السمر والسهر إلا وعليها الخمر، ومع ذلك فلما قال الله فهل أنتم منتهون إذا بهم يهرقوا كل باطيات الخمر حتى جرت سكك المدينة خمرا، وحتى أن الرجل كان يحمل الكأس إلى فمه فأهرقه، وحتى أن الرجل كان قد أخذ جرعة في فمه فمجها،
هذا هو تعظيم أمر الله، هذا هو الفرق بين من رسخت حقيقة الإيمان في قلبه وبين من يعتبر الإيمان شكلا فقط. هكذا كانت نساء المؤمنين لما افترض عليهم الحجاب، حينما انقلب الرجل يتلو على زوجته آيات الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ويتلوها على أخته، المرأة في الطريق أقسمت بالله أن لا تخطو خطوة بعد أن سمعت كلام الله تعالى عاصية، وعمدت إلى مرتها فقطعته وجعلته على رأسها امتثالا لأمر الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ففهم الصحابة أنه لن ينال الإنسان درجات العلا عند الله تعالى حتى ينفق مما يحب ويعطي لله تعالى أجود ما عنده. ويذهب أبو الدحداح فيقول: يا رسول الله، قرأت الآية وإن أجود مالي هو حائط، هو بستان من أجود الثمر، هو لله ولرسوله. هكذا هكذا. أما بنو إسرائيل فمعروفون عياذا بالله بكثرة جدالهم، وما أوتوا وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الذي يجادل، الذي يتكلم كثيرا، هذا إنسان لا يعظم حرمات الله، حياتهم جدال. كره الله لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما ولقد أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يسألون عن كل شيء حتى السؤال عياذا بالله الذي لا يترتب عليه عمل. إذن شغلهم في الدنيا كلام جدال، تجده ينفق الساعة الطوال على المقهى، يضع القدم على القدم فيتحدث عن الإسلام وعن المسلمين وهو لا يفعل شيئا، ينتقد هذا الداعية، ينتقد هذا العالم، ينتقد هذا الذي يعمل وهو لا يعمل. معلوم أن الذي يعمل لا بد أن ينتقد، ولا ينتقد إلا من يوجد في الميدان، لا ينتقد الكسول النائم. من الذي ينتقد الكسول النائم؟ ولذلك تجد الكسول النائم هو الذي جعل دينه النقد، النقد وتوجيه سهام النقد. إذن فللإيمان كما تعرفون شكل وجوهر. الشكل وضحناه في قضية بني إسرائيل، وكانوا يتعاملون مع أنبياء الله وعلى رأسهم موسى تعامل المجادل، ما أمرهم بأمر إلا قالوا لن ندخلها، اذهب أنت وربك فقاتلا، افعلوا لن نفعل. يا الله يا للجرأة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا الله أصحاب الأشكال، لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت. ولن تفيد عياذا بالله نفي الفعل في المستقبل، هي إساءة أدب لمن التزم بالشكل ولم يعظم حرمات الله. ومن يعظم حرمات الله فهو من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فهو من تقوى القلوب. إذا رسخ الإيمان حقيقة في القلب لا شعارا تلوكه الألسن. قد بينا إذن أن للإيمان شكل، ولكن هنالك بعض من يرد على هذا الكلام ويقول: ليس في الإسلام قشور وليس فيه شكل وجوهر، كل الإسلام على درجة واحدة، وهذا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. هذا الذي يهتم بالأشكال، يهتم فقط باللباس، يهتم فقط بالمظهر ويترك المخبر والقلب، هذا نقول له: إن كنت فعلا ممن يتبع السنة ويتبع القرآن فأنا أجيبك عن طريق القرآن وأقول لك هنالك فرق شاسع بين الحقيقة والجوهر، وأن القرآن أقر أن ثمة أعمال لا تصل إلى درجة الأعمال الأخرى في المنزلة، وأن سنة رسول الله تقول ذلك. ففي القرآن يقول تعالى في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وأنتم تعرفون أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن الجهاد جهاد، ومع ذلك يقول الله تعالى: لا يستوي عند الله تعالى الأعمال من جنس الحج وهي من الأركان، والأعمال التي هي من جنس الجهاد، لأن الحج إنما تنتفع أنت به لوحدك، أما الجهاد فأنت تدافع عن الأمة، عن عرضها، عن دينها، عن شرفها. وشتان بين من يجاهد من أجل الحفاظ والدفاع عن الأمة ككل، ومن يحج لكي ينتفع لنفسه فقط. أنت حين تجاهد أنت إنما تنفع الأمة كلها، والله يعطيك الأجر على قدر من تعمل لأجلهم. أما إن كنت تعمل هذا فقط ركن مع فريضة، فكيف وأنت تعرف أن في الإسلام أركان، وتحت الأركان فرائض،
وتحت الفرائض واجبات، وتحت الواجبات سنن مؤكدة، وتحت السنن سنن، وتحت السنن مندوبات، وتحت المندوبات كذا. فهنالك إذن هذا الفرق الشاسع بين الركن وبين غيره. وفي المنهيات هنالك الكبائر، وفوقها أكبر الكبائر، وتحتها الصغائر، وفي الصغائر أيضا ترتيبات وتقسيمات. فالقرآن إذن ينص على هذه المسألة، وأحاديث رسول الله تبين هذا المعنى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو في حديث بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى، والإيمان والحياء شعبة من الإيمان. هذا التقسيم قسمه رسول الله، الذي تدعي أنك تريد أن تحيي سنته، بضع وسبعون شعبة، أعلاها أعلى ما فيها التوحيد، وأدنى ما فيها عمل اجتماعي تنفع به الناس، إماطة الأذى من الطريق، وإن الحياء شعبة من الإيمان. قال رسول الله في حديث عبد الرحمن بن مسعود الحديث الصحيح: يا رسول الله، أحب الأعمال؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا ترتيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب هذه الأمور، لأن الإسلام بناء، والبناء فيه أساس، وأساسه القواعد، ثم هنالك مجالة الحياة التي يكتمل بها البناء. هؤلاء الذين يقولون بأن الإسلام كله على رتبة واحدة، وأنه لا شكل ولا حقيقة، وإنما تتزيدون على الإسلام، هذا قول قال به الخوارج. فلقد جاء أحدهم من العراق إلى مدينة رسول الله، إلى حبر الأمة وترجمانها ابن عباس، فجاء يسأله عن أمر عجيب غريب. قال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، جئنا نسألك عن أمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ ما حكم من سفك دم الذبابة في الحرم؟ أمر عظيم. من العراق إلى المدينة جاء يسأل حكم الشرع عن من سفك دم ذبابة في الحرم. اقتلنا موسى. فقال: ممن أنت؟ قال: من العراق. قال: أهل العراق، يا أهل العراق، تسفكون دم ريحانة رسول الله الحسين في كربلاء في أشهر الحرم، وجئتم تسألون عن دم البعوضة؟ يا أهل العراق، يا أهل النفاق والشقاق، تقتلون ابن بنت رسول الله، ريحانة النبي، حفيد النبي، فما سألتم عن ذلك؟ وما وجدتم حرجا في ذلك؟ وجئتم تسألون عياذا بالله عن سفك دم البعوضة في الحرم؟ مر عمر وكان يطوف ذات مرة على بيت الله الحرام، فجاءه رجل يبدي له الورع الشديد وبيده تمرة. قال: أمير المؤمنين، وقفوا وقف الطواف، يا أمير المؤمنين، مالك؟ قال: لقد وجدت تمرة، أخشى الله تعالى وأخافه أن أكلها، أخشى أن تكون من أموال الصدقة، خذها يا عمر. قال له: كلها ولا يا لطيف، يا الدم البارد، يا الدم البارد، يا الدم البارد، يا 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 بالصح، لو كان بالصح عندك هالورع، ولو كان نمشي عند الدار تاعك نسبك تضرب امك بالسقلة، وباك تسبه، وتاكل الريبة، وما تصليش في الوقت، الاركان ما تديرهاش، وانت عياذا بالله تظهر انك ورع. جاءني رجل وزوجته ومعهم ولد متدين الى المنزل، ثم قال الوالد: لقد اتعبني هذا المتدين. قلت: وما وراءك؟ قال: إنه يخرج الأيام المتوالية 6 أيام 7 أيام ولا يعود، وننشغل نحن عنه ونقول: لا، هل أنت الآن حينما تخرج وتغادر البيت، أتغادر البيت من أجل تأدية فريضة؟ قال: لا. شوف، هو ما قريش الوليد وعرف. إيه، وما الذي تفعله؟ ما الذي تفعله؟ قال لك: إنني أقوم الليل مع أصحابي. قلت له: اسكت الله يخليك، ماذا يقول الشارع في قيام الليل؟ فريضة، ركن، واجب؟ قال: هي نافلة، هي نافلة، حتى تراويح رمضان هي نافلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في بداية الأمر كان يصلي الناس وراءه، ثم صلى اليوم الثاني فصلى الناس وراءه، وفي اليوم الثالث اجتمع الناس حينما تنام إلى أسماع الناس خبر قيام النبي بالناس في المسجد، وفي اليوم الرابع لما علم الرسول أن الأمر سيكون خطيرا ويصل إلى درجة أن يفرض عليهم، لم يخرج عليهم، وصلى الناس أفرادا أفرادا. فلما سألوه قالوا: لما تحرمنا يا رسول الله من هذا؟ قال:
رأيتكم تكاثرتم وخشيت أن يفرضها الله عليكم. فقيام الليل هو نافلة. قلت هذه نافلة، وماذا تقول في بر الوالدين؟ قال ركن، بل ربطها الله تعالى بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان الله، أتأتي بنافلة وتضرب ركن وتضرب مسألة قرنها الله بالتوحيد؟ أي دين هذا؟ أي دين؟ المسخوط يقبل منه الله تعالى صلاة؟ المسخوط يقبل منه فريضة؟ إن عاق الوالدين لا يشم رائحة الجنة ولو أدى الفرائض والسنن، ولا يقبل الله منه فرض ولا نفل. الإسلام إذن ليس على درجة واحدة، هنالك أركان، هنالك فرائض، هنالك واجبات. فيجب عليك أن تعطي لكل شيء الميزان الذي أعطاه الله له، هكذا لكي تكون متدينا تدينا صحيحا. فلا تضخم الصغير وتحقر العظيم وتقدم المتأخر وتؤخر المتقدم، وتقع في مطبات عظيمة وأمور عظيمة. هذا جواب على الذين يقولون دائما ليس في الإسلام قشور، ليس في الإسلام شكل وجوهر، ليس في الإسلام أمر كبير وأمر صغير، كل الأمور قد قد كيف كيف. هذا يناقض القرآن والسنة. الآن نتحدث عن الإيمان بين الحقيقة والصورة. كتب الداعية الحكيم أبو علي حسن ندوي رحمة الله عليه، وقد زاركم هنا في إحدى شهر رمضان للسنوات الماضية، وجعلتكم هنا وتصورتم معه، الله يجزيكم بخير، وديتوا بعض صور، الذي مات في ليلة القدر ليلة 27 معتكفاً في مسجد في الهند بعدما ذهب من وجدة إلى الهند. كتب كتاباً إلى الإسلام من جديد، وتمنيت من الشباب أن يقرؤوه. تكلم من جملة ما تكلم عن موضوع هو بالضبط الإيمان بين الصورة والحقيقة، وأحاول إن شاء الله تعالى أن أبسط بين أيديكم ماذا قال، أقرب إليكم هذا المعنى وأسأل الله التوفيق. يقول الداعية أبو علي الحسن الندوي رضي الله عنه ورحمه سبحانه عز وجل، يقول إن لكل شيء صورة وحقيقة، كل شيء له صورة وله حقيقة. فأنت حينما تدخل إلى حديقة غناء تجد أن هنالك صور للطيور وصور للأسود، صور كثيرة. تدخل إلى البيت تجد صور للإجاس، صور للتفاح، لكن صور الإجاس والتفاح هل تشبه حقيقة الإجاس الذي يأكله الناس؟ هو صور فقط، هي صور، هي مثال فقط، هي للتزيين فقط. أما الحقيقة، حقيقة الثمار هي بعيدة جدا. وأنت ترى مثلا إذا ذهبت إلى إسبانيا وجدت أن المسلمين قاموا بتجسيد وتمثيل ما يسمى بالأسد، أسد كبير، صورة كبيرة، وإذا رأها الطفل الصغير خافها، لأنه يدرك أو لأنه يظن أنها صورة أسد حقيقي، لأن الصورة تشبه الحقيقة. لكن حينما يدرك الطفل أن هذه فقط صورة وليس حقيقة للأسد، أي خالية من الروح لا حركة فيها، يذهب إليه ويركب عليه ويكسر أسنانه، لأن القضية قضية صورة أسد. فلو كان الأسد حقيقة هل يمكن للكبير قبل الصغير أن يقترب منه؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن. هكذا إذن فلكل شيء صورة وحقيقة، والإيمان أيضا له صورة وحقيقة. الإيمان قول وعمل، فللقول حقيقة وله صورة، وللعمل له حقيقة وله صورة. ولذلك حينما كان المؤمنون الأوائل يدركون قيمة الأمر والنهي كلام الله تعالى، ويعظمونه بقلوبهم، حينما وجد في قلوبهم حقيقة تعظيم أمر الله تبارك وتعالى أي الإيمان، كان الرجل منهم يؤخذ إلى رمضاء مكة. بلال رضي الله عنه أخذ إلى رمضاء مكة، ثم صار يعذب بجميع أنواع العذاب، يصب عليه صبا، ومع ذلك يقولون له قل في دينك، قل في محمد ما يكره، أسئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد أن يقول أحد أحد. وقد هزم معسكر المشركين كلهم بكلمة واحدة، تحمل العذاب لأنه يحمل حقيقة الإيمان. فحقيقة الإيمان
انتصرت على حقيقة التعذيب. فلو لم يكن هنالك حقيقة للإيمان، وكان الإنسان إنما يحمل معان بسيطة في رأسه حول الإيمان، لانهزم لاستسلم. فلكل شيء حقيقة، هنالك المال له حقيقة ولذلك له تأثير عجيب. فالفطرة تحب المال، حبب إلى الناس المال، فكذلك الأولاد والزوجة لهم حقيقة، ولذلك نزلت بعض الشرائع لكي تنظم كيفية تربيتهم، وإنهم يستطيعون أن يأخذوا الإنسان بعيدا عن الإيمان. هنالك قضية القوة المادية، لها بريق، لها حقيقة، لها قوة، ولذلك نزلت شرائع لها حقيقة. وهذه الحقائق كلها لا يمكن أن تنتصر عليها صورة الإيمان. صورة الإيمان أي بلا حقيقة تنهزم أمام أول حقيقة. فلو حمل المسلمون فقط الصورة والشكل، جعلوا الإيمان شكل، ينهزمون عندما يفتنون بقضية المنصب، ينهزمون حينما يفتنون بحقيقة المال، ينهزمون حينما يفتنون بحقيقة الشهوات والنساء، ينهزمون حينما يفتنون بقوة البطش عند الظالمين، ينهزمون عندما يعذبون حينما يواجهون حقيقة التعذيب. لماذا؟ لأن الحقائق تواجههم وليست لهم حقيقة أقوى من الحقائق لكي ترد هذه وتنتصر عليها. فنحن إنما نحمل صورة فقط، فالصورة انت الإيمان، ولو كانت صورة شيء عظيم تنهزم أمام حقيقة حقيرة. الحقيقة لم يستر، الحقيقة الحقيرة الصغيرة تنتصر على الصورة العظيمة. فأمة الإسلام 1,600,000,000 صورة عظيمة، ولكن تنتصر على حقيقة ثلة قليلة من اليهود، لأننا نعيش ما يسمى بالغثائية. بالغثائية سلط الله علينا أراذل القوم الجبناء من خلق الله، على أمة تعدادها 1,500,000,000. يقول رسول الله في الحديث: تداعى عليكم، يوشك أن تداعى عليكم الأمة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ؟ قالوا: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالحقيقة الماثلة للعيان تنتصر على الصورة الكبيرة. وحينما أسمع أتعجب وأصاب بالدهشة حينما أسمع بعض من يمثلوننا هنالك في الأرض المقدسة يقولون: إننا على وشك أن نعلن قيام الدولة الفلسطينية العتيدة على حدود 67. كلام يقال، ولكن الحقيقة الواقعة الماثلة أن القدس ذهبت إلا إذا رحم الله، والأرض ذهبت والجدار التهم كل شيء والعرب سلموا. فهنالك حقيقة تعيشها إسرائيل على الأرض، وواقع يعيشه أهل المنطقة. وهؤلاء يخاطبوننا بالكلمات، يخاطبوننا بأمور يدغدغون بها أحاسيسنا ليزيدوا تخدير الأمة حتى تتم تسليم المقدسات في صمت العالم العربي والإسلامي. إذن فالحقيقة الصغيرة تنتصر على الصورة الكبيرة. هذا الذي نصل إليه. ولنبدأ إن شاء الله بالحديث عن السلف الصالح، وكيف انتصرت حقيقة الإيمان لما رسخت في قلوبهم على كل الحقائق، فاستحقوا بذلك أن ينصروا من قبل الله، واستحقوا أن يكونوا فعلا خلفاء لله في الأرض، واستحقوا نصر الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. كلام الله، وعدهم الله، هذا وعد الله. ومن أصدق من الله قيلا. لو وفروا الإيمان حقيقة وانبثق عن الإيمان عمل صالح لاستحقوا النصرة من قبل الله. وكذلك ننجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله تعالى يجعل الحق على ذاته العلية بأن ينصر المؤمنين متى توفرت لديهم حقيقة الإيمان. القرآن مليء بالآيات التي تحاول أن توقظ المسلمين إلى مسألة، لأن جهاد اليوم هو جهاد ينبغي أن يصب على رد المسلمين إلى الحقائق، لا إلى الصور، لا إلى الأشكال التي افتتن بها كثير حتى من أبناء الدعوة الإسلامية.
أولا انتصار حقيقة الإيمان على حقيقة المال. حقيقة المال لو أنك أعطيت مثلا صورة دي 10,000 ولا 20,000 هل ستفتنك؟ هل ستفتنك الصورة دي 20,000 يدير لها السكانر ويجيبها لك وكاين اللي يصغرها ويجيبها لك، هل ستفتنك؟ لا، بصح منين يجيبها لك أخويا زرقاء زرقاء نيشة ودير لها قدام الشمس تقول فيها الخير، فيها الخير، ها؟ كما يقول له جيب الزرقاء، جيب الزرقاء، منين تشوف الزرقاء عينك يشهلوا، تنسى دينك وتنسى إيمانك، يبيع عرضه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا الآن نتكلم عن حقيقة المال وهنالك حقيقة الإيمان. من المنتصر؟ إذا وجدت حقيقة الإيمان فأعظم حقيقة في الوجود هي حقيقة الإيمان، ولن تنتصر عليها أي حقيقة مادية، فالحقيقة الروحية هي التي تسير الحقائق المادية، والقيم هي التي تسير القيم المادية. العقل عندنا في الإسلام، القيم الروحية هي التي تتحكم في القيم المادية، لأنني إنسان، فخلق الله لي كل شيء وخلقني له، خلقني الشمس والقمر والمال والأرض وكل الماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. من تكريم الله للإنسان أن خلق وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، والفلك في البحر تجري بأمره، سخر لكم الليل والنهار، الشمس والقمر دائبين، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله تعالى أعطاكم كل شيء، سخر لكم وسائل الحياة، وسخر لكم كل ما يعينكم على تأدية واجب الاستخلاف في الأرض وعمارة الأرض. إذن الحقائق والقيم الأخلاقية هي التي تسير القيم المادية. أتعرفون أزمة العالم اليوم ما هي؟ انقلبت الآية فصارت القيم المادية هي التي تتحكم بالقيم الأخلاقية، فصار الإنسان المادي حينما انسحب المسلمون عن المادة ولم يعودوا يملكونها فانسحبوا فملكها أعداء الله، فإذا بهم يسخرونها لضرب حقيقة الإيمان، ملكوا حقيقة المادة وهم كفار، ونحن فقدنا حقيقة الإيمان، فصارت حقيقة المادة تقهرنا، فاستعملوا حقيقة المادة التي امتلكوها ولم نملكها، وإذا بهم يفرضون بواسطتها شروطا علينا لكي نتخلى عن ديننا في الإعلام في التربية، لا يعطونك قرضا إلا بشروط، ومن جملة الشروط التي يشترطونها على من يريد من الدول الإسلامية أن تقبل قرضا أن تتخلى عن تربية الإسلام، أن تتخلى عن توجيه الإسلام، أن تتخلى عن مرجعية الإسلام، وأن تتبنى ما يسمى بالمواثيق قوانين الدولية عوضا للشريعة الإسلامية. هكذا. أما الذين رسخت فيهم حقيقة الإيمان فلن تنهزم أبدا نفوسهم أمام حقيقة المادة، ولو جاءوهم بالدنيا كلها. ولقد سقطت الدنيا تحت قدم عمر وتحت قدم الصحابة رضي الله عنهم، وفي يوم من أيام النصر الزاهية جيء لعمر بكنوز كسرى وجمعت هناك، وإذا بأبي الدرداء يتنحى باكيا، وإذا بعمر يتنحى باكيا، فيقال لا أتبكيان في يوم من أيام الإسلام العزيزة التي عز الله فيها الدين؟ فيتذكر فيقول أتدرون ما الذي جعلنا نتمكن من رقابهم؟ أتدرون من الذي أو السبب الذي من أجله مكننا الله من رقابهم؟ إنها هذه الأكوام من الذهب، إنها الدنيا حينما صاروا عبادا لها يخدمونها، فلم تعد الدنيا تخدمهم بل صاروا عبادا للدنيا، ولذلك قهرناهم بفضل الله وانتصرنا عليهم. وإني أخشى على أمة رسول الله أن تفتح الدنيا زهرتها على المسلمين وتبسط عليهم كما فتحت على هؤلاء، فيتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما أهلكتهم، وسنة الله جارية ولن تجد لسنة الله تبديلا، والله لا يحابي أحدا. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمود الذي وعدته،
رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد. إذن عودة إلى الرعيل الأول الذي نصره الله تعالى وكان في خدمة الحقيقة، كيف قهرت حقيقة الإيمان الراسخة في قلوبه حقيقة المادة، حقيقة المال. وأعطيكم صورة واحدة فقط، حينما هاجر صهيب الرومي، صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه، وكان قد جاء إلى مكة صعلوكا مهاجرا إلى الله تعالى، أي فقيرا، فاجتمعت لديه أموال، وحينما افترض الله تعالى الهجرة على أصحابه خرج بماله يهاجر بماله كله، فإذا بالخبر يتنامى إلى سمع المشركين ويقولون جاءنا صعلوكا ويريد أن يلتحق بالنبي ومع ماله، لا والله، فإذا بهم يعترضون سبيله فيريدون أن يأخذوا ماله وأن يجردوه من ماله ويقتلوه، فاستل السيف وقال والله لن تتمكنوا من قتلي حتى أقتل منكم رجالا، فإذا بهم يخافون ويرجعون، فقال لهم ألكم خيرا من هذا؟ قال وما هو؟ قال إنني تركت مالي بمكة فإنني على استعداد لكي أدلكم على مكانه الذي خبأته فيه، ارجعوا إليه وخوذوه كله مقابل أن تخلوا بيني وبين هجرتي إلى رسول الله. يعني يترك المال كله في سبيل نصرة الدين، في سبيل نصرة الدين يترك المال كله، مع أن للمال حقيقة تجذب الألباب. فصدقوه لأنهم لم يجربوا على المسلمين إلى الصدق، وعادوا إلى المكان فوجدوا المال وأخذوه، وبينما في طريقه إلى رسول الله وبمجرد أن وقعت عين النبي على سيدنا صهيب ابتسم النبي، وقبل أن يسلم عليه فاجأه بقوله ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. قال وما ذاك؟ قال لقد أنزل الله فيك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فإن الله رؤوف بالعباد. من يشري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يتصدق أو فليذهب المال كله، المهم أن لا يحول المال بيني وبين نصرة الإسلام. إذا كان المال يحول بيني وبين نصرة الإسلام فلا بارك الله له فلا بارك الله فيه من مال. إذا كان المال والعياذ بالله هو زادي إلى النار لا بارك الله في المال. إذا كان والعياذ بالله المال يمنعني من فعل الخير ويجعلني أتكبر على الناس وأجعل بيني وبين الناس 100 باب 100 حجاب لا بارك الله في المال. إذا كان زاد العبد إلى النار، المال وسيلة عند المسلم في يده لا في قلبه، القلب أخلاه لله، أخلاه للإيمان، لا يشاركه في القلب أحد، الله في قلب العبد. وسعتني لم تسعني السماوات والأرض ووسعني قلب عبد المؤمن، هكذا لا محل في القلب لحب المال. نعم نحب المال، نعم، لكن لا نحب المال أكثر من حبنا لله ورسوله والدين والجهاد في سبيل الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هذه المتع أحب إليك من الله ورسوله، هذا الفسق، هذا عين الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة أمر الله. إذا كان المال يخرجك عن طاعة الله ويجعلك تتصرف في المال وفق هواك لا وفق مالك، لا وفق شروط ماله، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه،
إذا كنت تتصرف في المال بهواك فقد فسقت وخرجت عن أمر الله وصرت عبدا للمال، فتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الدنيا وتعس عبد الخميصة وتعس عبد المرأة وتعس عبد الشهوة، تعس له، تعس تعس، هو التعس والشقي لن يرى الطمأنينة أبدا، لن يرى السكينة أبدا. فمن ملئ قلبه بحب الدنيا، الله تعالى يصفه وصفا عجيبا، والله يا الله يا الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عالم، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أراد بالعلم الدنيا، أراد بالدين الدنيا، يبيع الغالي ويأخذ الفاني، يا للصفقة الخاسرة، بئست التجارة الخاسرة، يبيع القيم، يبيع الإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان، آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، الله لا بواب على بابه ولا رشوة عند الملائكة أبدا أبدا. يا للمتساقطين يا للمتساقطين عند بريق المال، يا الله. رأيت الانتهازية ورأيت الزبونية ورأيت البيروقراطية وكل هذه التعريفات التي تسمعونها كلها سببها التملك والنفاق من أجل الحصول على غنيمة، راغبين فيما عندهم، راهبين من سطوتهم، يتقربون إلى أولئك بغية المنصب بغية المال، أما الدين آخر شيء يفكر فيه. حتى قالوا إذا رأيتم العلماء يتهافتون على أبواب السلاطين فاتهموهم، وقال عالم وقد دخل على السلطان وقد يعني استدعاه، جاب لهم المكلة ولم يريد أن يأكل، قال أنا جئت لأمر دعوتني له، المكلة علاش؟ قال كل كما يأكل الناس. قال إذا أكلت أنا أعرف أنني أستطيع أن آكل كما يأكل الناس، لكن من الذي يقنع أولئك الذين يستمعون إلي بأنني لم أفعل ولم أفعل ولم أبع ديني؟ قال له كل، ما كاش اللي غادي يجيب لي الخبر. قال اسمع، فأخذ الطعام فعصره وإذا به يتقطر دما، قال انظر إلي، أتريد مني أن آكل الدم؟ وكذلك كرامة الله لأوليائه الصادقين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حقيقة الإيمان تنتصر على حقيقة المال، لا يشترى، لا يبيع المبادئ بالمال، لا يبيع الأرض بالمال، لا يبيع القدس بالمال. لو أنكم دخلتم إلى دهاليز السياسة الدولية لوجدتم أن المبادئ تشترى بالمال وأن المواقف تشترى من المال، يخلقون جبهة تسمى البوليزاريو بالمال، تمد بالمال لتفريق الأمة. مواقف كثيرة يخلقها أهل الساسة بالمال، حينما يجدون الإنسان ضعيفا مستعد لكي يبيع دينه أرضه وعرضه. ولذلك لا يمكن لهذا الدين أن ينصر بضعاف النفوس، بمن جعل نفسه ذليلة أمام المال. كان العلماء يدخلون على السلاطين فيدعونهم ويأمرونهم، فيقوم هذا الذي يسمى العباس فيعطي لسيدنا طاووس بن كيسان مالا، فيقول إنني لا أبيع النصيحة بالمال يا أخي،
أنا نصحتك لوجه الله تعالى وأنت تعطيني المال؟ لا أريد. والأنبياء كلهم في دعوتهم يقول: ما نسألكم عليه من أجر. كل نبي دعا إلى الله تعالى كان شعاره: ما أسألكم عليه من أجر. ومؤمن آل ياسين قال: وما لي لا أعبد الذي اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا هؤلاء الذين لا يطمعون في دنياكم، لا يسألونكم أجرا. إن أجري إلا على الذي فطرني، إن أجري إلا على الله. أنا موظف خدام عند ربي، أنا ما بغيش أسد الفلوس، أنا أعمل لله تبارك وتعالى، أنا لا أريد شيئا، أنا أريد مرضاة ربي سبحانه. أنا الآن أعمل للقاء الله تعالى. يمكن أنت تخمن وتحدث نفسك أنك تريد كذا وكذا، لكن المسلم لا يريد بحركاته وسكناته مالا، كل شيء يفنى. هو يريد وجه الله تعالى كما كان السلف الصالح. الدعوة لا تنجح بهذا النوع من الدعاة. الإسلام لا يجد طريقه إلى القلوب حينما يجد هذا النوع من الدعاة. حينما يرى أعداؤنا وغير المسلمين تهافت المسلمين على المال، خدام في أوروبا عنده خدام شوماج وخدام 100 خدمة في النوار، هذا هما المسلمين ويقبضوا. يدير لك وقت مع امراه يقول له الزواج الابيض، واحد يقول له الزواج الكحل، على من؟ قال لك وقت على الفلوس. استعمل الميثاق الغليظ من اجل الكويطات، يستعمل قيم الاسلام العظيمه. منين يكسبوا لنا الخبر هذوك؟ يزدردوننا ويحتقروننا، يقول لك هذو اصحاب الرساله، هذو يعطيهم الفلوس وزيد، هذو اعطيهم الفلوس ودي اللي بغيت، ادي اللي بغيت. فأعطينا صورة مشوهة، يقولون أنتم ماشي مدينين، ماشي أنتم أولاد الأخيرة. نحن جربناكم في معاملاتكم وفي تصرفاتكم فوجدناكم تسرقون. من يبقى السيد يضرب التليفون يقول هذا التليفون تاع الشركة تاع الكافر، معليش أضرب مع راسك زوج سوايع ثلاثة لأنه تاع الكافر. فإذا بنا نعطي صورة مشوهة عن المسلم الملتزم. أما الذي رسخ في قلبه حقيقة الإيمان فإنه لا ولن يبيع هذا الأمر أبدا. فلقد قال مندوب قريش لرسول الله: إن كنت تريد بالذي جئت به مالا جمعنا لك فصرت أكثرنا مالا، إن كنت تريد بالذي جئت به ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد بالذي جئت به نساء بحثنا لك عن الشقراوات والبيضوات في الفرس وفي الروم، وإن كنت ترى أن الذي يأتيك رئي من الجن فتحتاج إلى الطب ضربنا أكباد الإبل في مشارق الأرض ومغاربها فطلبنا لك أشطر الأطباء ليعالجونك. قال: أنا ما جئت بالذي جئت به أطلب مالا، لك كان المال لك سهل العال، ادي المال. أنا لا أريد ملكا ولا مالا بهذه الدعوة، أنا أريد إنقاذ الخلائق من ضلالة الشرك، أنا أدفع حجز الناس عن النار، أنا أريد للإنسان أن يعيش الطمأنينة والسعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، أنا أريد للمسلمين وغيرهم أن يعيشوا صفقة رابحة التي ليس بعدها ربح، وهي أن يربح السكينة والطمأنينة والعزة في الدنيا، وأن يعيش يوم القيامة بجوار الأنبياء في دار الكرامة بجوار الرحمة. هذا الذي أريد. هذه حقيقة المال، كيف تنهزم أمام حقيقة الإيمان؟ حقيقة أيضا الإيمان تنتصر على حقيقة حب الأولاد وحب الزوجة. فكم من إنسان لا يحمل في قلب حقيقة الإيمان دفعته زوجته إلى الانزلاق في أتون المنكرات. رأينا من تقول له: علاش مشي تعرف السعيدية انت ومرتك وانت وكذا، مشي تعرف بين سيدنا رسول الله لعن الناظر والمنظور. يقول لك: واش خلتنا المرأة والعرس؟ العرس علاش نعم سيدي دخلت مرتك عريانة وبنتك عريانين واختلطت وبقيت، واش خلتني المرأة؟ واش غادي يقول لك؟ واش خلته المرأة؟ هكذا يقول. واحد السيد جاب مسكين بات في الجامعة بلع على روحه الباب وخلى الحابل في النابل في الدار، النساء والرجال والشراب وكذا، هو مسكين يظل يصلي في جامعة. الحاج علاش جيت للجامعة؟ قال لك خرجوني، واش خلاوني ولا؟
ادفعوا لي هذا الجامع خرجوه مسكين. شكون؟ المراه الحاجه قالت هذا النهار ديال النشاط واش بغيتوا ديروا هذا مأتم؟ انت يا العين اللي ما تشوف القبل اللي ما يوجع روح الجامع نتاعك خلينا احنا نقلعوا غشبو. شكون هي المراه؟ فلا زال الرجل يطيع زوجته حتى تكب وجهه في النار، يطيعها في معصيه الله تخرج متبرجه، ما تخرج حتى تدير الكحول وتدير السواك وتدير الريحه وتبرج وهو يقرا الحديث بتاع رسول الله ايما امراه خرجت من بيتها مستعطره ليجد الناس ريحها فهي زانيه وكل عين راتها زانيه، وايما امراه خرجت من بيت زوجها بغير اذنه لعنتها الملائكه حتى ترجع. فإذا بالرجل قد قدم استقالته في البيت، وإذا بالرجل أصبح تابعا غير متبوع، وإذا القوامة التي جعلها الله تعالى الدرجة التي ميز بها الله الرجل على المرأة إذا به يسلم فيها فلم تعد له قوامة، ولم يعد مسؤولا عن زوجته، ولم يعد كما قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فلقد جعلك الله مسؤولا عن نفسك لكي تنقذها من النار، ومسؤولا عن زوجتك وأولادك بأن تنقذهم في النار، فكيف تحول فأصبح الأولاد هم الذين يدفعونك لكي تكب وجهك على النار؟ يا الله. المرأة غادية القدام متبرجة والرجل وراها، هذه الصورة تاع اليوم تمشي. الله يخليك، هذه البيجوتي تاعي واخ، راه مع البيجوتي هو برا رافد الولد، هذا البزاز ديالي اللي بالك التالي، وهذا القزار ديالي، وهذا ديالي، وانا ديال من؟ هو والله رواشو جاي يهضر مسكين واحد القساله واحد 5000 5000، قال لي واحد انا كي ندير لهم منين يجي الراجل مع المراه؟ شوف التجار مكفسين حتى هما، قال لي منين يجي المراه الراجل يولي اللور والمراه تبقى تشتا، قال لي نخليها حتى تدي الحاجه المزيانه ونقول لها الاثمنه الحصول زادي هو ما هي ما تشطرش. الرجل يبقى غير يزعف يقول بصح ما شفتوش تدي هذه تدي هذه، قال لك حتى تكمل ونجيب لها واحد حاجه جديده كاع. ما هذه لو كانت تشوفي هذه جديده في السوق وجات من فرنسا وكذا وكذا، تقول له هذه وشحال قده؟ اراها لهنا جيب له التمام. قال لك واحد النهار بغات السيد يقول لها ودي الله يخليك رخص لي شويه، قال لك وتعطيه السقلال طراح، قال لها والله منين استقلتي هذا العفريت يغيل نخلي لك 10000 فرنك مروع. انا نبيع معاكم اسيدي، ما نبيعش مع هذا الرجال والله الا كي عطيت له هذا الاستقلال غير نخلي لك 10000 مروع. وما بقاتش قضيه البيع والشراء ولا بقات الواحد شوف الواحد شوف يا سيدي فين كنتوا؟ كنا في مرجان. شكون؟ ما خلاتنيش مدام. فين كنت؟ كنت في مترو. شنو كنت تديروا؟ انا المراه ما خلاتنيش، المراه داتك للسعيديه عراتك، المرأة داتك المرجان فين يتباع الشراب، مشيت تعاون والعياذ بالله من يريد إشاعة الخمرة في الأمة، ما تصيبش بلاصتك، زقي ولا اجلس، زقي ولا اجلس، تصيب المرأة هي اللي كتسوق الراجل في المترو، زقي ولا اجلس. ولذلك فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني أن من الأزواج والأولاد عدو. ما هو سبب نزولها؟ أن الله تعالى حينما أمر الرجال بالهجرة وأمر النساء، هنالك من النساء من فرضت على زوجها أن لا يهاجر، قلت له فين تغامر وتبكي منين يجي هاجر وهو قلبه شيش غير الدموع أن تحرك. وعرف المرأة نقطة قوتها، قال لك ما رأيت ذو لب أضعف عند المرأة من الرجال، كي يشوف الدموع واخا يكون هو حازم كي يشوف المرأة تبكي يذوب والدموع سبحان الله يا سبحان الله في الساعة يخرجوا الدموع في الساعة تصيب الدموع غير يسرسروا أنا نعيانة والو هما الدموع غير يسرسروا كي شافت الدموع يبوسكيل يجلس عاودة حتى يجي يركب على الجمل ويمشي الدموع ولما تخلي الوليدات ولما تخليني وشكون يخدم عليا وانا خلطر شرك مشيت واش الراجل هكذا داير في الرحمه اللي قال ربي وتولي تحجك بالرحمه ها ويولي. فالله تبارك وتعالى سبحانه قال لهؤلاء
المستضعفين الذين لم يريدوا أن يهاجروا هددهم الله بجهنم. قيل لهم أين ما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرضختم للنساء؟ أرضختم للأولاد؟ بل هنالك عياذا بالله في أعظم الأعمال وهي الهجرة، من لم يهاجر لنصرة الدين إنما هاجر لأن التي تعلق بها قلبه هاجرت، ولذلك سماه مهاجر أم قيس. الناس هاجرت لتنصر دين الله، وهو هاجر لأن من تعلق بها قلبه هاجرت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي افتتح به البخاري صحيحة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وهذا من أدب رسول الله، لم يعين. وكل الناس يعرفون أن المقصود من هذا الحديث هو مهاجر أم قيس، حتى قالوا إن من أسباب قول النبي لهذا الحديث هو هذه الهجرة لهذا الرجل الذي لم يرى في الهجرة إلا وسيلة لكي يجتمع بحبيبته وقريبة قلبه. هكذا، حتى الهجرة لم تكن لله، بسبب المرأة. أنا لا أقول كل النساء، النساء المؤمنات الصادقات كنا همنا اللائي يثبتن الأزواج. كانت المرأة الصحابية تقول لزوجها إذا خرج يلتمس الرزق: اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وجاء رجل من الغزو إلى زوجته ولم يخدش بخدش، فقالت له: هيا بنا إلى رسول الله لكي تطلقني. قال: كيف؟ أنا جئت مشتاقا بعد أيام من الجهاد فتجابهينني بهذا الأمر الفراق؟ قالت: اذهب معي قدمي وقدمك إلى رسول الله. وصارت تسأل في الطريق: يا ربي يا ربي، أسألك برهانا ودليلا، إن كان زوجي كان ممن يقاتل مقبلا غير مدبر في سبيل الله حقا، أرني علامة تدل على ذلك، وإلا فلا خير فيه، فأنا في طريق إلى رسول الله لكي أنفصل عنه، فلا خير في زوج يذهب إلى الجهاد ويأتيني وليس فيه جرح واحد. أليس هذا دليل على أنه خان؟ أليس دليل على أنه فر؟ أليس دليل على أنه عياذا بالله لم يكن مجاهدا حقا؟ وبينما هما يمشيان إذ عفر وإذا به خدش خدشة، فقالت: هيا بنا نعود إلى البيت، من طلقنيش؟ قال: لك تزعق علي. قالت: لقد شككت في خروجك، لأنه ما من رجل يخرج للجهاد في سبيل الله إلا ويصاب، فما رأيت على جسدك أثرا لخدشة رمح أو ضربة سيف، كأنك كنت عياذا بالله من وراء الصفوف، كأنما كنت تحتمي عياذا بالله بالرجال. والآن سألت ربي في الطريق فأظهر لي علامة أنك خرجت في سبيل الله وأن الله سبحانه عز وجل قد نجاك وعافاك، فارجع راشدا. هؤلاء هم النساء. إن أم عمار نسيبة بنت كعب في غزوة أحد قاتلت بالسيف تنافح عن رسول الله قتالا شرسا، فضربها عدو الله بن قمئة على كتفها فأطار كتفها ونزف جسدها من كثرة الضربات، وسقطت على أديم أرض المعركة ودمها ينزف. فمر عليها رسول الله وهو يقول لها: يا أم عمارة يا نسيبة، ومن يقدر مثل ما تقدرين؟ ومن يستطيع فعل ما تفعلين؟ لقد أبليت البلاء الحسن، من الذي يستطيع يفعل؟ لقد أعجزت الرجال أيتها المرأة، أعجزت الرجال، من يستطيع أن يفعل مثل فعلك؟ قالت: اقترب يا رسول الله، أدنو يا رسول الله. فدنا النبي: أدنو يا رسول الله. فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أسألك أن أكون أنا وزوجي وابني حبيب رفقاءك في الجنة. واختارت الموقف الذي لا يمكن أن يرد النبي عليه إلا بالإجاب. لقد قاتلت، وما سألت النبي هذا حتى قاتلت، حتى سقطت صريعة والدماء تجري على الأرض من جسدها كله. هنا اغتنمت هذه الفرصة، قال: بخ، أنت وزوجك وولدك حبيب معي ورفقائي في الجنة. الله، والله يا أخي واش نقولك، أقسم بالله لصلاح المرأة هو صلاح المجتمع.
والله ما صرنا نعيش هذا التمزق في العائلات وهذه قطيعة الرحم في العائلات إلا لأننا رأينا نموذجاً من النساء لم نكن نعرفه من قبل ولم يعرفه تاريخ سلفنا، وصرنا نرى رجالاً لم نكن نعرف مثيل أمثالهم في الزمن الغابر. واش تعرفوا؟ واش تعرفوا الرأس واش حرى عمر بهذه القصص؟ انت على المرأة تمشي من هنا متدينة ودها على حساب الدين ودارها لك وقت مشات لهيه، تعرفوا اسمه قتل واسمه تقولوا؟ واسمه تقول؟ فات 3 شهور 4 شهور مشات عند ذوك الناس تاع النصارى قالت له دبر على اولادك الله يهنيك، انا عندي هنا الدار وجيت للبلاد اللي فيها الحقوق، هنايا اللي يسمعوا للمراه، كنت في واحد البلاد اللي كنت مضطهده، ابنتي ماشي كنتي مدينه وانا اختارتك على اساس الدين ودرت يعني النصيحه نتاع رسول الله. قالت له روح قرا ذاك الشيء على اللي تعرف ارواح لهنا، يا والله لالك انا عصر لك البصله في العينين، وكاين اللي نعرفهم مشاو شكاو بيهم وقال لهم زوجنا ارهابي وطرد وداهم من هنا من السلمات. كيف تغير الدنيا نساءنا؟ ماشي غير نقول لكم على النساء، والرجال مشاكل. والله منين يضرب لي السيد التليفون باوروبا اقسم بالله لا يبكي بحال المراه، نهار الجمعة الفايتة غير بلعنا الباب، الراجل صاحبي 48 عام يبكي، أنا شفني الراجل يبكي، قلت عباد الله والناس يسمعوا بلعوا الباب خلوه يبكي أبكي على هذه الحياة. واش ممكن المرأة مالها 4 بنات وزوج ولاد وسمعت فيا وش كاتبية وبالك واسمه كاين؟ قالت لك بغيت ذيك وبغيت نخرج وبغيت نفرفر وبغيت نطير وبغيت عندهاش في ذا. يبكي، قلت له ابكي يا حبيبي ابكي لعل وعسى ربي يشفي لك هذا القلب المريض. ابن عمي وشحال من واحد يبكي في صبنيون يعاودوني هنايا في المغرب بغاوهم باش يمشيوا ان شاء الله تبارك وتعالى يخدموا في المزارع نتاع التوت، فاشترطت اسبانيا الا تاخذ الا النساء المتزوجات اللي عندهم الوليدات ويبقوا الرجال قابضين البيبيات. ايوا والرجل رفد البيبي ومرته مسكينه غاديه مجد سيدي دريس تسجل. يا تاش ماتيت. ايوا وتمشي غير المراه قال لكم في التالي عاد يدير لهم الاختيار، راه فوتي انتيا تبالي لي الكرش تاعك خارجه ما تصلحيش، خصك تكوني راه ما سيدي انتيا فوت. مشاو لهي كي مشاو لهي باش يخدموا 6 شهور ما ولاوش فين حرقوه. قالت الراجل ها وحده جات هنايا عندنا جات من اللي مشات لذوك اللي يخدموا، الراجل قال لها بنتي انا ما بغيتش وخصك تجلسي هنا. وقالت له واش راك دفش ولا؟ قالت انا درت لك واغط اروح دبر على اولادك. قال لها اولادك اللي راهم معايا؟ قالت له كلهم. بقات شي امومه يا ربي راني في بلالي انا طولت عليكم. اما نكمل ان شاء الله هذه الفكره، اما حقيقه الايمان فانتصرت على حب الولد. ابو سلمه هاجر مع ام سلمه ام المؤمنين قبل ما يموت ابو سلمه ويستشهد ومعه ولده عمر، فاذا بالمشركين يقفون في طريقه فيقول ان كنت غلبتنا على نفسك فلن تغلبنا على زوجتك اللي ديالنا ولدك. فداو الزوجه والولد بقى يجبد هو وهما يجبدوا، قلعوا له اليدين مسكين. فاخذوا الزوجه وفصلوها عن زوجها واخذوا الولد بعد ان مشاو الكتاف. ايوه واش يدير هذا؟ يبقى يبكي اعطوني مرتي بقيت في مد. الرجل يبقى يبكي على المراه. قال له بديوه امري الى الله، هدفي قد رسمته نصرة الإسلام. فهاجر وترك الزوجة وترك الولد. فحقيقة الإيمان كما انتصرت في البداية على حقيقة المال فلم يعد المال يهزم أهل المبادئ وأهل حقيقة الإيمان، فكذلك إذا اصطدم حب الولد مع نصرة الدين آثر أهل حقيقة الإيمان أن ينصروا الدين ولتكن التضحية بالولد كما ضحينا من قبل بالمال. يا الله هذا غادي المرأة أمر بالمعصية ويطرحها؟ أبدا
هذه الثانية. سنتحدث إن شاء الله تعالى على انتصار حقيقة الإيمان على حقيقة التعذيب، وحقيقة الإيمان تنتصر على حقيقة العدة والعدد كما سنرى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى أمجاد أمتنا، وأن يعيدنا إلى حقائق هذا الدين، وأن ينقلنا من الشكل إلى الحقيقة، ومن الصورة إلى الجوهر، ومن المبنى إلى المعنى، فنكون مؤمنين حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في حقيقة الإيمان. وفي الأخرى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا. هل مرة أطلب من هذا الجمع الكريم دعاء الولدها بالهداية والرجوع إلى طريق الله؟ الله يهديها يا رب، الله يرجعه إن شاء الله للطريق يا سيدي ربي سبحانه عز وجل. نطلب الله تبارك وتعالى اللي طلب منا شي دعاء يحقق له الحاجة نتاعو، ورفدوا يديكم إن شاء الله وحضروا قلوبكم في هذا شهر رمضان. واللي عنده شي حاجة في القلب ديال هذا الحاضرين ديال الخير اللهم اقضيها يا رب. آمين يا رب. هذه التالية إن شاء الله. كلما ذكر اسم المسجد الأقصى في جميع وسائل الإعلام العالمية ظهرت صورة مسجد قبة ذات اللون الذهبي، والسبب الرئيس وراء ذلك هو مؤامرة صهيونية العديد من المسلمين غير المسلمين ينشرون على سبيل الخطأ المصيبة في ذلك المسلمين أصبحوا لا يفرقون المسجد الأقصى. إذن هذه لفتة كريمة طيبة، وهو أمر ينبغي أن ننتبه إليه، وجزاك الله خيرا. إن المسجد الأقصى ماشي هو قبة الصخرة، وأديان الله من الصهاينة يحاولون أن يروجوا أن المسجد الأقصى هو هذه القبة فقط، فهنا المسجد الأقصى هو غير ذلك، هو أكبر أكبر من ذلك. والمصيبة مش هي غير ترويج هذه، المصيبة ما يقع للمسجد الأقصى الآن. تعرفوا شنو واقع للمسجد الأقصى؟ تعرفوا السكوت ديال العرب؟ تعرفوا السكوت تاع المسلمين؟ تعرفوا شنو واقع للمسجد الأقصى؟ وحد التهويد كانوا بكري ما يخليوش اللي يصلي فوق 40 عام، الآن فوق 50 عام ما يصلي حد وصافي، ما يدخلش للمسجد. أما الحفر لتحت الحفريات تصدعت وتشققت حيطانه وهو آيل للسقوط. أما قضية ما يسمى بحي البستان والأحياء نتاع القدس الشرقية، صدر قرار من المحكمة باش يخرجوهم بدعوى أنهم ما عندهم شيء التراخيص، يخرجوهم نهارا جهارا والمسلمين ساكتين. والآن قدس الشرقية ما بقاش، هودت. بل إن فلسطين 67 وفلسطين التاريخية بقت فيها 3% التي يفوض عليها هذا الذي يسمى صايب عريقة، هذا الذي يسمى من عبد السلام فياض وصحابه. 3% في راسه فلسطين انباعت في الشوارع، والمسلمين راقدين. وين راها منظمة المؤتمر الإسلامي؟ وين راها منظمة الجامعة العربية؟ واسمحوا لي أن يطالبوا فقط وحدة، يخصهم يوقفوا الاستيطان ونوليو نتفاوضوا. أما أنت صافي بقات قضية فلسطين الوصمية، قضية استيطان. هذه المغتصبات السرطانية التي تنتشر كالفطر في أراضي فلسطين 67 في الضفة الغربية. ولا الآن يقول لهم الله يخليكم كاين زوج شروط باش تفاوضوا، اعترفوا بالدولة اليهودية باللي يهودية خالصة، وثانيا مسمية ثانيا اعترفوا لنا باش نوقفوا الاستيطان، باش نوقفوا الاستيطان خصكم تعترفوا بالدولة اليهودية، وعاد نوقفوا، عاد نوليو نديروا ونوقفوا توقيف مؤقت ولمدة 6 شهور. يا لطيف، هذه القضية هكذا ولات؟ ما بقوا يهضروا على جدار، لا على ثوابت القضية، لا على لاجئين، لا على القدس، لا على المسائل الجوهرية. مشكلة مشكلة، أرى بنادم ينزف دما. ولكن لما تقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وصلى الله على حبيبنا محمد.